وقع بالضبط هو ان اكتشفنا بان التلامذ بعض التلامذ ماشي كاملين تناولوا واحد الدواء الفيران احنا ما خبرناش لا الحارس قالها لنا ولا المدير قالنا بان هناك موجود. انا قبضت انايا ديك الساعه وحط طريف منه ودوست للقسم ديالي بديته شكون اللي كلا من هاد الحلوى شكون اللي كلا من انا استاذ انا استاذ وقف السبوره وقف السبوره جبرت سته دوست على الاقسام اخرين الثالث والثالث ما كاينش التحضيري جبرنا ثلاثه قلت لهم هذه ماشي ديال الحلوى هذا السم ديال الفيران وبداو يبكيو وحده بدات كتغوت لي بطني كتحرقني بسميه كريمه ايوا عيطنا للجنس وراه قاموا بالواجب كريم وهادشي اللي كاين الحاله ديالهم حاليا حاليا مزيانه الحمد لله الحمد لله كطمئن ولكن انا من ارتحت تنغدى تنغدى هو قالوا لي دابا 6 سوايع ظهر الخير. السلام عليكم. في اطار محاربه انتشار الفئران قامت بلديه تيطوان بواحد البادره لمعالجه بعض المناطق في الضواحي منهم منطقه بوم سمله وبالضبط مدرسه المنفلوطي حيث قامت بنشر واحد الدواء اللي معروف بغوماديولون هذا اللي كي في اطار محاربه انتشار الفئران كما قلنا الا ان رغم التحذيرات اللي قاموا بها المسؤولين على العمليه والتحذيرات اللي قاموا بها الاطفال والتوعيه داخل المدرسه ان بعض الاطفال اللي معروفين بالكريوزيتي ديالهم ان مشاو التقطوا هذاك الدواء وحاولوا التذوق ديالو لان وحاولوا التذوق ديالو لان المنظر ديالو مثير هذاك الدواء باللون ديالو بالرائحه ديالو ثار الفضول ديال الاطفال داخل المدرسه. هذه حول ثلاث ساعات استقبل مستشفى ثانيه درمل وبالضبط قسم المستعجلات 9 حالات تسمم خفيفه حيث ان من دوك تسعود جوج اللي كلاو واحد الكميه قليله من ديك الماده وسبعه غير ذوقوها. وفي اطار الاحتياطات اللي لازم يقوم بها الطاقم الطبي داخل المستشفى هاد الاطفال هادو تم الكشف عليهم حيث تبين على انهم ما كتبينش عليهم اعراض ديال التسمم وبما ان هذا الدواء معروف انه كيدير بالاعراض ديالو كيتسبب في حالات ديال النزيف خاصه في الجهاز الهضمي قام المستشفى بتقديم العلاجات الاوليه والعلاجات الضروريه من اجل ان ما يوقعش هذا النزيف هذا من اجل الاحتياطات باش ما يوقعش الاطفال هذا النزيف رغم انهم كلوا غير يعني ماده يعني كميات قليله وسيتم في خلال 48 ساعه القادمه مراقبه الحاله الصحيه ديال الاطفال هذو اللي في الوقت الحالي تطمئن الى انه رغم ذلك سنتابعوهم خلال 48 ساعه القادمه ان شاء الله وغادي يكون غير خير ان شاء الله. جميع الحالات غادرت المستشفى حيث ان كل حالات الان ستمتع بصحه جيده وما كاين حتى شي خطوره على شي طفل. احنا كنا في الدار استاذ اخي جاو التليفون عيطنا قالوا لكم قالوا سيستم في واحد المؤسسه ديال بوزملان جات رابيلانس هزاتهم دخلوهم السبيطار دابا الحاله مزيانه الحمد لله.